في الدربي. 1-2 يتقدم من خلال الأهلي عن طريق ماكيتي ديوب. خليل هدف أو ماكيتي ديوب هدف. الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. ريم التماس ريح كوز من الآن. الهدف الثاني خلاه ياخذ بريك شوي من التوجيهات والتعليمات، لكن الشباب الآن يحاول. الكرة في أصفر وخطأ على هيكل. اسمع 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 صوت يا فونسو. يا سلام الله، شوف الفرح الآن كيف تأثيره في المدرج. شوف الهدف كيف يخلي الشكل. شوف الديربي في الشوط الثاني. أوه يا سلام، مدرج الأهلي، جمهور الأهلي أجمل بكثير من لاعبي الأهلي اليوم. مانع عالي أمامية راسية، ولكن سلمي يبعدها إلى ضربة ركنية. يا ساتر، منذ أن سجل الأهلي هدف الثاني جمهوره والع. أشعل المدرج وأشعل الديربي، صوتهم يرتفع الآن. الصراحة أن الجمهور الأهلي يجبرنا على السكوت في الشوط الثاني. شوف مدرج الأهلي الآن والاهتزاز في المدرجات، اهتزاز في المدرجات في ديربي ديرة. يا سلام التنظيم، التشكيل، اللوحات اللي يسوونها، التناغم اللي يسوونها في المدرج ما بين الجماهير اللي في المنصة واللي مقابل المنصة. متعب صراحة، متعب.